الغروب. تحت امر حضرتك يا قمر. كنا عايزين نقعد مع حضرتك علشان روايتك جميع الالعاب للتسليه. روايتي؟ ايوه، مش حضرتك الاستاذ مسعد وعندك روايه اسمها جميع الالعاب للتسليه؟ ايوه مظبوط. طب ايه حضرتك، نقدر نعمل ميتنج امتى؟ اي يوم بعد الساعه 2. ايوه يا فندم، يعني يا ريت تقول لنا يوم محدد. يعني الاربع الساعه 2. في انتظار حضرتك يا فندم، والدار متشرفه بالتعامل مع حضرتك. شكرا. هو في ايه يا سعيد؟ نعم. هو ازاي اكبر دار نشر بتتصل بيها عشان تنشر الروايه بتاعتي اللي محدش عارف اسمها غيري؟ رزقك. رزق ايه؟ مش عرفهم. انا اسف يا سيدي اني قلت عليك مشاعرك تفهم. آسف إني قلت على سعد إنه أحزانه تافهة، حقك عليا. تمام يا نجيب بيه، هندخل الرواية لجنة ونقابل الأستاذ مسعد وخير بإذن الله. لجنة إيه يا أستاذ حمدي؟ دي رواية رهيبة. ده أنا ما قدرتش أمسك دموعي طول الليل. ايوه يا فندم، ما هو في معايير فنيه لازم تتوفر في الروايه، يعني كله متوفر، في ضحك ودموع وخوف، كله. واضح ان حضرتك بتحب قوي تقرا الروايات. اول مره اقرا روايه في حياتي. اول مره؟ ايوه. طيب يعني ان شاء الله هبلغ حضرتك بقرار اللجنه. طريف، اتفضل يا فندم. ايه اللي بتعملوه ده يا نجيب بيه؟ بعمل ايه؟ مش فاهم. الادب والفن ما فيهمش رشوه يا نجيب بيه، ما فيهمش واسطه، ما فيهمش الكلام ده. رشوه ايه؟ واسطه ايه؟ هو حضرتك فتحت الظرف عشان تعرف في ايه الاول؟ مش في لجنة وميتنج روم ووقت غالي لناس محترمة هتقرا عمل أدبي رفيع؟ ما أنا فهمت يا فندم، يعني معلش أنا أصلي يعني تخيلت إن الظرف فيه ورقة ب200 مفرودة بالطول، فدمي فار يعني، لكن الشيك فهمني قصد حضرتك. حصل خير. يا ريت كوباية مية ساقعة لو سمحت يا أستاذ طريف. حاضر يا فندم. بس يا فندم برضه يعني اللجنة هتقرا وهنطلب يعني تعديل بعض الحاجات البسيطة يعني. طبعا لازم اللجنة تقرا، بس في الآخر هتتنشر. تتنشر يا فندم؟ ده أنا حاسس إنها رواية مهمة جدا يعني. ويا ريت يا أستاذ حمدي بأسرع وقت ممكن. بسرعة بسرعة. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.